السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من منطقة الحمري إيداب الفصفات وادي ضم، العثور على قوقعة بحرية متحجرة. كان البحر هنا منذ ملايين السنين، 60 أو 70 مليون سنة كما يقول الخبراء. قوقعة بحرية متحجرة جميلة جدا جدا. كان البحر هنا جميل. جميل. جميل 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 جدا. في دو كوتي اللهم بارك وزيد في ذلك. كان البحر هنا منذ ملايين السنين منطقة مثلثة ما بين الدار البيضاء، أكادير، أرفود. كان البحر في هذه المنطقة، حفظكم الله ورعاكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والمشاركة في القناة. جميل جداً.